وعشان نكون بنقدم نموذج للانتقاد البناء فاحنا بنقدم اقتراح وطلب للنادي الاهلي بادارته الفنيه ولاعبيه. يا جماعه لازم نصدق ان احنا نادي القرن في افريقيا وحامل لقب النسخه الماضيه وبالتالي الاقرب للفوز بالنسخه الحاليه. لازم نصدق ان احنا نقدر نكسب خارج ملعبنا على الاقل الفرق الاقل مننا. لان الفرق الاقل مننا دي بتكسب خارج ملعبها. فيتا كلوب وسيمبا التنزاني كسبوا خارج ملعبهم في البطوله دي. بالتالي عيب ان احنا نروح بفكر السبعينات والثمانينات. عقده السبعينات والثمانينات ان انت بتروح زمان ما انتش عارف ايه الظروف اللي هتواجهها هناك، لسه بتستكشف افريقيا لاول مره بتسافر الدول دي. بالتالي كان في ظروف صعبه في الانتقالات، في الملاعب، في التحكيم، لكن كل ده اتغير بشكل كبير جدا مؤخرا. بالنسبه للتحكيم فاحنا شفنا التحكيم امبارح عادل ومحترم ازاي. التحكيم اللي بعض المعلقين بيقولوا ان كان فيه ضربه جزاء لسيمبا التنزاني ما فيهاش اي حاجه، صحيح هي فيها لمسه يد على محمود وحيد لكن الكوره في ايده، بالتالي ايده ثابته جنب جسمه ما كبرتش حيز جسمه، وكمان الكوره من مسافه قريبه جدا ما فيهاش اي شبهه تعمد او اهمال، بالتالي الكوره مش ضربه جزاء قولا واحدا. ده بالنسبه للتحكيم. اذا التحكيم الافريقي تطور واختلف، والسفر دلوقتي بقى اسهل والملاعب بقت افضل، كل حاجه اكيد احنا زي اوروبا، لكن اكيد الموضوع دلوقتي اختلف، وانت نفسك عندك الخبره والثقه اللي ما كانتش موجوده عندك زمان. احنا دلوقتي بنشارك بقالنا اكتر من 40 سنه في افريقيا، بالتالي ما ينفعش نفكر بنفس عقليه زمان. زمان كان مقبول الكلام ده، مقبول انت تبدا تتعادل او تخسر حتى بهدف او اتنين لكن ترجع تعوض هنا. دلوقتي انت الكوره اختلفت ولازم تفكر بالعقليه دي، عقليه الفوز خارج ارضك، لانك لما بتكون محتاج الفوز خارج ارضك بتكسب حتى اقوى الفرق، بتكسب الصفاقسي، بتكسب الترجي، بتكسب الوداد، كل ده بتكسبه خارج ملعبك وهم فرق قويه جدا. بالتالي السهل والواقعي ان تكسب فرق اقل منها. لازم نفكر بالعقلية الهجومية دي خارج ملعبنا ونصدق نفسنا بأن احنا أقوى فريق في القارة. لو ده حصل هيكون سهل جدا نفوز بإفريقيا مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وإن شاء الله تكون العشرة السنة دي على يد بيتسو موسيماني والجيل الحالي من اللاعبين. أتمنى تكون رسالتي وصلت لجمهور النادي الأهلي ولاعبي النادي الأهلي، وأتمنى تكون الحلقة عجبتكم، والسلام عليكم.